يوم السيد حسن نصر الله بيقول فشلوا انه ينزعوا سلاح حزب الله. بدي اقول له للسيد حسن، فشر انك تخلينا نستسلم، وفشر انك تسيطر على البلد، وفشر انك تخلص منا، وفشر انك تكمل عم بتسيطر على مقومات وعلى مستقبل اولادنا. نحن هون بين هون وما رح نستسلم لك، وبدنا نعيش مثل ما نحن بدنا مش مثل ما انت بدك. هيدا المتن وهيدي المناطق اللبنانيه كلها بدها تعيش مثل ما هي بدها مش مثل ما انت بدك.